تتعدد الأسباب لكن الدموع واحدة، فمن دموع الفرح إلى دموع الحزن، ومن دموع الندم إلى دموع التماسيح، الكل يبكي، لا فرق في ذلك بين رجل وامرأة أو قوي وضعيف. ربنا جعل البكاء كنوع من أنواع إظهار الفرح وإظهار الحزن في وقت واحد. الحالات الإنسانية اللي الواحد بيشوفها في المجتمع والمرضى برضو بيسمع مشهد تلفزيوني، يعني مثلا بيبقى في حالة إنسانية ويتأثر بيه. وإذا كان البكاء هو أبلغ تعبير عن مشاعر الإنسان وعنصرا مهما لإعادة التوازن النفسي في المواقف الصعبة التي قد نمر بها، فإن الدموع أيضا ضرورة صحية لا غنى عنها أنعم الله بها علينا. في غدة دمعية أساسية وفي غدة دمعية ثانوية. الغدة الدمعية الأساسية دي مسؤولة عن إفراز الدموع كرفلكس، يعني من واحد يعيط يشم بصل حاجة تهيج يشم ريحة نفاذة. لكن الدموع الأساسية اللي موجودة لعيننا طول الوقت واللي هي مهمة جدا عشان نشوف كويس، بتساعد ان القرنية دي اللي هي اهم عدسة في العين، بتساعد ان الضوء يتجمع على الشبكية. الدموع دي بتخليه سطح مستوي وبالتالي يبقى بيشتغل بكفاءة عالية جدا عشان يجمع الضوء عشان تؤدي القرنية وظيفتها الأساسية. ومع ذلك فليست كل الدموع دليلا على الصحة، لكنها على العكس تماما قد يكون وجودها نتيجة مرض ما. في مرضى ممكن يجي يشتكي يقول أنا عيني بتدمع، والواحد يكشف عليه يقول له لا أنت عندك جفاف، فمبقاش فاهم إزاي. لكن اللي بيحصل إن الدموع الأساسية اللي احنا عارفينها واللي احنا بنتكلم عليها من الأول دي بتقل في أمراض معينة وظروف معينة وأعمار معينة. لما تقل دي يبتدي العين تحس إن هي ناشفة، وبالتالي يصدر أمر للغدة الدمعية الرئيسية دي تقول لها افرزي، كأن الواحد بيشم بصل بس من غير ما يشم بصل، فتبتدي تعوض الدموع بكميات كبيرة وبالتالي يبان إن الواحد بيدمع مع إن الأصل المشكلة إن هو عنده جفاف. فده سبب. أسباب التانية إن ممكن التصريف نفسه يبقى مش كويس، إن الدموع مش بتتصرف كويس. ما بكت عين إلا ووراءها قلب، هكذا ورد في القول المأثور، وربما لهذا تعرف الدموع طريقها جيدا إلى عيون حتى أشد الرجال صلابة وقوة، فكل من تدمع عيناه بصدق إنما يبكي بقلبه قبل عينيه.